من الكتب المفضلة لدي هي كتاب كارين كابيلو، ماستر كوتش معتمد، وكتابها بعنوان The clients you are seeking are also seeking you. العملاء اللي أنت تدور عليهم كمان يبحثوا عنكم. هذا هو، معظم رواد الأعمال يدخلوا في المشروع التجاري من غير ما يتأكدوا إن العميل يدور على الحل اللي هذا الرائد يعطيه، وكمان عنده القابلية إنه يستثمر في هذا المجال أو في هذا العمل التجاري أو هذا الحل. البروانية، قبل كذا تكلمت معاكم عن توضيح المسألة اللي انتوا تحلوها او النتيجة اللي انتوا تعطوها للعميل، وكمان حثيتكم انكم توضحوا الشخص او الشخص اللي انتوا تستهدفوه من هذا المشروع التجاري. فعلشان الشخص لما تيجي تتكلموا عن مشروعكم التجاري، الشخص ممكن يقول بكل سهولة عرفت، ممكن تكلموا صديقتي سامية اللي هي تحتاج اللي أنتوا تتكلموا عنه بالضبط. ولكن هناك نقطة أخرى اللي رواد الأعمال ينسوها، إنه لازم تكون هذه سامية اللي الناس يعرفوكم عليها منفتحة إنها تحصل مساعدة لحل هذه المسألة أو هذه الحاجة أو هذه الرغبة، وكمان يكون عندها القابلية إنها تستثمر في اللي أنتوا تعرضوا لها. والاستثمار هذا ما بس الاستثمار المادي، نتكلم عن الاستثمار المعنوي، الجهود، الوقت، والالتزام اللي يحتاجوه من طرفهم هم كمان علشان ينجزوا ويحققوا النتيجة اللي أنتوا تعطوهم إياها ويقدروها. وحتى إن كنتم تأخذوا منتج وتؤدوها لبيتهم، هناك كمان الوقت والجهود علشان اللي هم يحتاجوه ويستثمروا علشان أنتوا تحصلوا عمل متتابع منهم، أو إنهم كمان يعرفوكم على ناس ثانيين يحتاجون نفس الخدمة. فمثلاً أنا أبحث عن حد يجي يساعدني في تصميم حديقتي، بس هل أنا مستعدة في الاستثمار في هذا الـ 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 في الـ في هذا المشروع لتصليح حديقتي علشان حد يساعدني؟ ما بس الاستثمار المادي، بس الوقت والطاقة علشان أشرح الرؤية اللي في بالي لمصمم حدائق وأشرح له كل اللي في بالي. فهذا هو الشيء اللي تسألوا أنفسكم أيضاً. إذا كنتم تريدوا تكونوا بوضوح تام، يكون عندكم وضوح تام عن العميل اللي انتم اللي يريد الحل اللي انتم تعطوه او النتيجه اللي انتم تعطوها، وكمان مستعد للاستثمار فيها، انا ممكن ادعمكم واساعدكم في هذا المجال. واذا تريدكم تنتقلوا من المدير التنفيذي الناجح اللي انتم عليه الى رائد الاعمال الناجح اللي انتم تريدوا، ممكن تتواصلوا ومعي على غاية برواني.com أو زيارة موقع غاية برواني.com لمزيد من المعلومات عن كيفية دعمي للمدراء التنفيذيين كي يصبحوا رواد أعمال. وإلى حلقة أخرى بإذن الله.